مفيش تباعد جسدي، مفيش وقايح، مفيش حكومة احترازية، ما كاين حتى واحدة. حاجون سيكيريتي من الصباح هو كيهضر معايا بطلو يجز في يدو، ما دارش تاك ماما، ما دارش المافيت ديالو، وما كيحترمش أولياء وآباء التلاميذ. كيتلفظ بألفاظ واحد العبارات رديعة، حسن ما يكون قدام مؤسسة تربوية. جينا جبنا الوليدات ديالنا باش ندخلوهم، فإذا بين وفاجأ بواحد رجل أمن، الأمن الخاص، أكرر الأمن الخاص، اللي كيتفوه بعبارات رديئة أمام أولياء وآباء التلاميذ، اللي من بين هاد العبارات كيقول لك علاش ولادكم كيدخلوا للحبس، علاش كيتشدوا، علاش كذا. فمن العار حنا كأولياء وآباء التلاميذ نجيو نلقاو واحد في الباب في الأمن الخاص يعاملنا بهذ المعاملة اللي غير مقبولة واللي ما خصهاش تكون في المغرب. على الأقل يكون رجل تربوي، رجل ديال التعليم هو اللي يهضر معنا، ما يهضرش معنا رجل الأمن الخاص اللي كيسب ويعرف عباد الله هنا، وواحد الطريقه يهز في يدو علينا في العوض، فاش ان ماشي الناس كلشي قارين، خاص تاخذ بيديهم. هذا الدخول المدرسي كاين تباعد جسدي، هنا غير مجسد، تباعد جسدي ما كاينش. هو ذاك رجل الامن الخاص ما كاينش دير بعداك البافيت ديالو، الا رجعنا للتسجيل ديال الكاميرات ما غنلقاوش دير البافيت ديالو، هو بعدا كيشكل خطر على التلاميذ اللي حاضرين هنا. وكانت واحد اكتضاد هنايا بين مؤسسات اخرين او باغي حدانا، كاين تباعد جسدي، كاين وسائل احترازيه ديال التعقيم وديال كذا. المؤسسات ديال الابتدائي في عين حروده سهام واحد وجوج كذلك كنوهو بهم لانهم احترموا التباعد الجسدي وداروا وسائل ديال التعقيم. وكنشكروا السي وزير التربيه الوطنيه والسي وزير السيد وزير الداخليه ثم السيد وزير الصحه اللي دائما كيعطيونا تعليمات التباعد الجسدي والتعقيم والنظافه المستمره وغسل الايدين، اللي هذا الشيء ما تجسدش في هذه المؤسسه اليوم. الدولة تبذل واحد المجهودات كبيره وخسرت الاموال الطائله لمحاربه هذا الوباء، لكن اليوم نفاجأ انه اليوم ما كانش تباعد جسدي، ما كانش تعقيم، ما كانش واحد النظام هنا اللي يولوش التلاميذ في سلامه لهذه المؤسسه. لذلك احنا نناشد المسؤولين السيد مندوب وزاره التربيه الوطنيه بالمحمديه انه يتدخل باش انه يصلحوا هاد الاخطاء وهذا الشيء اللي وقع اليوم قدام هاد الابتدائيه. وشكرا لكم. كنتي باغي نقيد ولدي وتيقولوا لي حتى ثلاثه وانا خدامه ما عنديش كندير، ما كيعطينيش وقت، كنهضر معاه كيسد عليا الباب، تيقول لي انا ما بساليش لك المدير، ما بساليش، حنا ما نقراش ولادنا، خلي ولادنا يتشردوا، ما نخليش ولادنا يتشردوا، بغينا حق، بغينا الدوله دير لنا. حنا بغينا نقري ولادنا، وانا باغي نقري ولدي، ما بغيتوش يتشرد، انا باغي غنقري ولدي، ما بغيتش حاجه ليا خايبه. واش هادشي عيب؟ هادشي ماشي من حقنا.